أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الخامس عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. وكما تعلمون أن الفن في هذه الوحدة هو الخطب الملكية. سنستذكر الخطبة الملكية التي كانت معنا، ومن ثم سنعود لنكتب خطبة. دعونا نبدأ. سيكون أيضا هناك عزيز الطالب النشاط الموجود أسفل القصيدة: عد إلى كتاب إلى ولدي لأحمد أمين، واكتب جملة من النصائح التي كتبها إلى ولده وصممها على شكل مطوية وانشرها، أو عد إلى أحد دواوين شعراء المهجر واختر قصيدة من القصائد التي عبر فيها الشعراء عن ذكرياتهم في الوطن واقرأها على زملائك. إذن سيكون لديك عزيزي الطالب خيارين: الأول أن تأخذ من كتاب إلى ولدي لأحمد أمين بعض النصائح التي كتبها إلى ولده، والثانية أن تختار قصيدة في الوطن لأحد شعراء المهجر. بداية أريد أن أنوه أن موضوع هذا الأسبوع هو قصيدة وطن النجوم للشاعر إيليا أبو ماضي. هذه القصيدة هي ملك لكل مغترب يحن لوطنه، لكل من يحن لأريج زهر وطنه وتربة وطنه، لكل من يستحضر ذكريات جميلة في أحضان وطنه. وما زاد القصيدة قوة وجمالا أن الشاعر لم يسمي بلاده، وبالتالي فقد جعل كلمة الوطن شمولية تمس كل قلب يحن لوطنه وأصله. مختارات من لغتنا الجميلة: وطن النجوم، وطن النجوم أنا هنا، حدق أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا، جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، يتسلق الأشجار لا ضجرا يحس ولا ونا، ويعود بالأغصان يبريها سيوفا أو قنا، ويخوض في وحل الشتاء متهللا متيمنا، لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت ها هنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنا، أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منى، أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاختنى، حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنا. عاش الجمال مشردا في الأرض ينشد مسكنا، حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطنا، زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنا، فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسنا، لكنه مهما سلا هيهات يسلو الموطنا. إيليا أبو ماضي الشاعر لبناني،
والذي عرف بشاعر المهجر. تعد الخطابة لوناً من ألوان النثر، وهي الحديث المنطوط الذي يوجهه الخطيب إلى جمهور المتلقين، وتنوعت الخطبة ما بين الخطبة الدينية والسياسية والاجتماعية، وبالطبع فهي لها ثلاث عناصر، هي المقدمة حيث يفتتح فيها الخطيب خطبته وتكون موجزة، وعادة يعد فيها النفوس لسماع موضوع معين وتحتوي على عناصر مشوقة، العرض وهو جوهر الخطبة، يركز الخطيب على أبرز أفكاره ويؤيدها بالبراهين وضرب الأمثال، الخاتمة وهي ما يختتم به الخطيب كلامه ويعتمد على التلخيص والتركيز وتثبيت الفكرة. سيكون أمامك عزيزي الطالب خيارين، الأول تكتب خطبة في أهمية المحبة والتراحم في المجتمع في ضوء قول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو ستكتب في أهمية التسامح. هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع الخامس عشر، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.